أهلا بكم أصدقائي الكرنفاليين في كل مكان في العالم. هل قابلتم كرنفاليا من قبل من هؤلاء الكرنفاليين الذين قدموا عروضا ومشاهد وأغاني ومسيرات كرنفالية؟ ستتعرفون عليهم الآن وعلى المواضيع الاجتماعية التي عملوا عليها والمشهد الذي قاموا به والطرق الفنية المختلفة التي قاموا بأدائها. أنا أحمد صالح، منشئ مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. من الجميل أن تتعرفوا على فنانين اختاروا أن يعملوا مع المجتمع ويلتزموا بقضاياه، فيما يمكن أن تطلقوا عليهم أنهم فناني المجتمع أو فنانينكم أنتم، وأتمنى أن تكونوا مثلهم. سنتعرف الآن على نمتوا ولا إيه؟ نمتوا؟ صحيح؟ مش سامع؟ أيوه مش سامع؟ وكده يا جدعان صلوا بينا على النبي. وهلا هلا على الجد والجد. بكره يعني في الشغل من بكره. انت فرصت مثل واحده ست هتسمع كلامها. انا بس يعني نتكلم بالراحه ونفهم، يعني بعد اذنك ممكن انزل الشغل اليومين اللي جايين دول؟ اي يومين؟ الكلام ده كان هناك وانت لسه في بيت ماما، دلوقتي انت في بيت واحده ست ما بتسمع كلامها. لو سمحتي كلمي على ماما بالصوت احسن من كده. انت عايزني انزلك الشغل والستات تقعد تعاتبك وتبص عليك ويتحرشوا بيك؟ ما عنديش انا الكلام ده. طيب ليه مسيطر عليه؟ عايز يشتغل ايه مش قادر يشتغل؟ عملية عكسية. هو ينكد عليها في البيت بعد كده هتزهق منه تقول له انزل الشغل. بس طيب كلها في المشهد. طيب بطيتي حبيبتي خلاص بقى، مش احنا اتجوزنا؟ من بكره مفيش شغل. ايه ده يعني؟ ايه المفاجأة الوحشة دي؟ يعني مفيش شغل؟ في شغلي يعني ببساطة يا حبيبتي، مفيش نزول الشارع، مفيش بصبصة من الرجالة، مفيش ناس بتعكسك، مفيش ناس بتتحرش بيكي، انا راجل يا ماما. ايوه بس انت قبل كل ده ما قلتليش الكلام ده قبل الجواز، انت مكنتش راجل قبل الجواز؟ بص يا حبيبتي، قبل الجواز حاجة ودلوقتي حاجة تانية. دلوقتي عايزة الناس تمشي تقول عليا ايه في الشارع؟ لا مؤاخذة يعني تقول عليا ايه؟ يعني المهم ان انا بقول عليك كذاب، وان انت زيك زي الشخص اللي بيتحرش بيا في الشارع. انت اتحرشت بدماغي وضحكت عليا، لو متفقين على كده من الاول انا ما كانش عندي مشاكل، بس انت اتجوزتني على كذب. بص يا حبيبتي انا بخاف عليك ببساطة كده، يعني انا اسيبك في الشارع اللي رايح واللي جاي يقعد يعلق، وغير بقى زمايلك في الشغل اللي يبص لك بصه كده ولا بصه كده، في الاخر يعني انت عايزاني كل يوم ارتكب لي جريمه قتل؟ يعني ارتكب لي جريمه قتل يعني؟ وانت ما اتجوزتش ست بيت من الاول ليه؟ انت من دلوقتي هتبقي ست بيت، بسيطه خالص، الموضوع مش صعب يعني. كانت ظروف وارائها. انا مش موافقه. يعني ايه مش موافقه؟ انا اللي بقول الكلمه وانت اللي لازم تسمعي. انت فاكره ايه يا ماما؟ انا راجل. على فكره الصوت اللي عليه مش هيحل الموضوع، وانا مصممه على رايي. وانا شفيت الدماغ كمان مش هتحل الموضوع على فكره. انت هتسمعي الكلام يعني هتسمعي الكلام. خلصنا خلاص. ما اعتقدش ان انا هسمع الكلام وهنزل الشغل، ولو في مشكلة فهي عندك تحلها انت مش عندك. استهدي بالله يا حبيبتي، استهدي بالله. القعدة في البيت حلوة، في تلفزيون، في ازازة لب، في تربية عيال عادي يعني. ده اخر كلام عني. عندي انا اتعلمت عشان انزل الشغل خلاص. يعني ده اخر كلام عندك حبيبتي؟ اه يا حبيبتي اللي تشوفيه عادي والله. برضه جبت ورا. طيب شوفنا المفروض انا مش كده حبيبتي انا. ايوه يعني فازت معانا ولا ايه؟ انت نسيت اللعبه ولا ايه؟ فازت ولا ما فازتش؟ فازت. بص يا فجيره يا جماعه، أصدقائي الكرنفاليين، أخبرونا عن رأيكم عن الفنانين الاجتماعيين الذين شاهدتموهم وفي المشاهد المعروضة، وشاركونا أفكاركم عن الموضوع الاجتماعي المطروح. ولو أعجبتكم الطريقة الفنية المستخدمة فقوموا بعمل مشهد كرنفالي مع أصدقائكم، صوروه وأرسلوه إلينا.